سيطر الجيش الوطني الليبي على مشروع الدبوات الزراعي جنوبي قاعدة برك الشاطئ العسكرية بعد أن استعاده من قبضة تنظيم القاعدة الذي كان يسيطر عليه، كما سيطرت وحدات القوات المسلحة على معسكر البوسيفي بحي المهدية بمدينة سبها جنوبي البلاد. أوضحت مصادر عسكرية ليبية لأونلايف أن العملية أسفرت عن القبض على 3 من الإرهابيين خلال تقدم الجيش في المدينة، إضافة إلى إصابة قائد الجماعات الإرهابية.